طيب احنا نحاول نبسط كده كل مادة، لو نشرح فيها حاجات بسيطة أو نحاول نبسط الحاجات اللي انتوا مش فاهمينها بطريقة حلوة ولا لأ؟ لو انتوا عايزين كده نكمل في كل المواد، بس نبدأ كده في المساحة. نحاول مثلا ناخد أول 3 محاضرات الدكتور شرحهم بما فيهم عليهم أول 3 شيتات، لو فهمنا أول 3 محاضرات هنعرف نحل أول 3 شيتات بسهولة. طيب يا المحاضرة الأولانية كانت بتتكلم عن إيه؟ بتتكلم عن حاجة اسمها الأخطاء العشوائية. الأخطاء العشوائية دي أخطاء بتنتج عن نتيجة أرصاد، أنا باخد أرصاد بينتج عنها أخطاء. طيب الأخطاء دي أو الأرصاد دي نوعها إيه؟ نوعين، في حاجة اسمها الأرصاد المباشرة وحاجة اسمها الأرصاد الغير مباشرة، ودول أول محاضرة، يعني أول محاضرة خدنا فيهم الكلام ده. طيب الأرصاد المباشرة، الأرصاد المباشرة دي حاجتين، في حاجة اسمها في حالة الوزن وفي حاجة اسمها ايه في حالة عدم الوزن. تمام، خلينا نكتب في حالة الوزن. ونقول هي ايه اصلا الأرصاد المباشرة؟ الأرصاد المباشرة انت جبت متر وقست مثلا الطول ده فطلع معاك متر، جيت قسته تاني طلع معاك متر وسنتي، جيت قسته تاني طلع معاك متر الا سنتي، طلع معاك متر واتنين سنتي، ففي اخطاء. طيب انت بتبقى عايز توصل لايه اصلا في الاخطاء العشوائيه دي؟ طب عايز توصل لحاجتين، حاجه اسمها اكس بار موجب او سالب السيجما ام. الاكس بار دي القيمه الاكثر احتمالا ما بين الارصاد المباشره اللي انا خدتها. طب السيجما ام مقدار الخطا، يعني انا عايز في المساله معايا ارصاد عايز اجيب القيمه الاكثر احتمالا، القيمه الصح بنسبه كبيره، ومقدار الخطا بتاعها. طيب في حاله الوزن، في حاله الوزن القوانين سهله، بتقول له الاكس بار بتساوي سيجما الدبليو اي في الاكس ار على سيجما الدبليو ار. تمام، طيب بتجيب حاجه اسمها السيجما نوت، وهناخد مثال هنا على جنب وهنعرف دلوقتي ايه القانون ده هتلاقيها سهل. موجب او سالب جذر السيجما دبليو اكس اي ناقص اكس بار الكل تربيع، يعني انا بضرب الوزن في المربع ده في القوس ده تربيع واجيب السيجما بتاعتهم على السيجما الوزن. تمام، طيب بعد كده عايز اجيب السيجما ام اللي هي مقدار الخطا. السيجما ام بيساوي ايه؟ بيساوي موجب او سالب السيجما نوت على جذر ان ناقص 1. تمام، طيب ناخد مثال دي في حاله ايه؟ حاله الوزن. حاله الوزن بيديك، يعني انت بتبقى عندك ال WI دي انت عايزها، بيديك يعني بيديك رصده ارصاد بس، وبيديك حاجه ان هي تدل على وزن، فانت بتحتاج تجيب الوزن. طيب الوزن ده خلينا مثلا نكتب المثال الاول اللي في الشيت. تمام، قال لك الطول الاولاني كان 700 والطول الثاني كان 900 والطول الثالث كان 1000. تمام، وقال لك لما الطول كان 700 خدنا فرق منسوب اللي هو الدلتا اتش بكام؟ 29 49، وفرق المنسوب اللي احنا حسبناه كان كام؟ 29 44 1، وفرق المنسوب هنا كان كام؟ 29 48. طيب انت معاك هنا اختلافات صح؟ في اختلاف كبير، هات الوزنه الاولانيه الوزنه الثانيه الوزنه الثالثه، احنا عايزين نوزنهم. هتجيب الوزنه الاولانيه، الوزن اصلا الوزن بيساوي ايه؟ 1 على سيجما ام تربيع او 1 على اكس اللي هي الطول. تمام، يعني بتناسب عكسيا مع مربع سيجما ام او عكسيا مع الطول اللي هو ايه الاطوال دي. طيب يبقى الوزن الاولاني بكام؟ ب 1 على 700، والوزن الثاني ب 1 على 900، والوزن الثالث دبليو 3 ب 1 على 1000. خلاص بقى انت كده جبت الوزن. تمام، عايز تجيب الاكس بار اللي هي القيمه الاكثر احتمال، هتقول سميشن الدبليو اي في الاكس اي، الاكس اي دي اللي هي ايه؟ اللي هي الارصاد دي. تمام، فبتقول له الاكس بار بتساوي 1 على 700 في اول واحده اكس اي، تمام، اللي هي 29 49، زائد 1 على 900 في 29 44، زائد 1 على 1000 في 29 48. كده جبت لفوق،
زائد على سمشن الواي، اللي هو السمشن دي 1 على 700 زائد 1 على 900 زائد 1 على 1000. طيب بعد كده عايز اجيب السيجما نود. السيجما نود بتساوي موجب او سالب جذر السيجما دبليو في اكس واي اكس اي ناقص اكس بار الكل تربيع. يبقى بتقول الواحد على 700 في افتح قوس اكس اي 29 49 ناقص الاكس بار اللي احنا جبناه تمام الكل تربيع زائد 1 على 900 في 29 44 ناقص الاكس بار انت جبتها كل تربيع زائد 1 على 1000 بالظبط. يعني اللي هو بتجيب السمشن بتاع ايه دي على سمشن الدبليو دي سهله خلاص. طب جبت السيجما نوت خلاص السيجما ام بتساوي سيجما نوت على جذر ان ناقص 1 ان دي اللي هي عدد ايه عدد الاوساط اللي هم 3 تمام. طيب دي في حاله الوزن وهتحلوا عليها مثال هتلاقوها سهله. طيب في حاله عدم الوزن بقى طيب عدم الوزن سهل يعني مش محتاج الدبليو صح مش محتاج الدبليو اصلا في القانون ومفيش اوزان هو مديك مثلا مجموعه من الاوساط وبيقول لك هات القيمه الاكثر احتمالا ليها وهات لي ايه وهات لي السيجما ام اللي هو مقدار الخطا. طيب طالما مديني اوساط اوساط معينه ومفيش وزن يبقى انت القيمه الاكثر احتمالا ليهم هي ايه المتوسط بتاعهم يبقى الاكس بار بيساوي سمشن الاكس اي على ان تمام. طيب بعد كده عايز ايه عايز السيجما نوت. السيجما نوت بتساوي موجب او سالب جذر الاكس اي ناقص الاكس بار اللي احنا جبناها الكل تربيع على سمشن على ان ناقص 1 تمام. طيب بعد كده السيجما ام بتساوي موجب او سالب سيجما نوت على جذر ان تمام. ما اعتقدش يعني مش عايزين ندي فيها مثال بس هي سهله يعني لما مديك مجموعه من القيم تمام عايز تجيب لهم الاكس بار القيمه الاكثر احتمال بتجمع القيم دي او الارصاد اللي هو مدالك دي وتقسمهم على عددهم تمام. يعني تجمع الارصاد دي وتقسمهم على اربعه. طب عايز السيجما نوت بتقول القيمة دي ناقص الاكس بار اللي انا جبتها تربيع زائد القيمة دي ناقص الاكس بار اللي انا جبتها تربيع زائد القيمة دي ناقص الاكس بار اللي انا جبتها تربيع بالظبط كده على ان ناقص واحد وكله جوه الجذر تمام. الفكرة في ايه لو اداك قال لك مثلا قال لك في جروب عمل يعني جروب جاب ارصاد بطول ضلع تمام اربع ارصاد وفي جروب تاني جاب ارصاد بطول ضلع وعايز القيمه الاكثر احتمالا والصح في نفس الوقت. طيب يبقى انت بتاخد الجروب الاولاني ده وتشتغل عليه تجيب الاكس بار من غير اوزان من غير اي حاجه نفس القوانين دي تجيب المتوسط وتجيب السيجما نوت والسيجما ان تمام وبتجيب برضه من دي الاكس بار والسيجما نوت والسيجما ان تمام. جيب بعد كده انت عايز القيمة الصح فبتروح لمقدار الخطأ هنا ومقدار الخطأ هنا اللي مقدار الخطأ بتاعه السيجما ام بتاعته اقل يبقى هو ده صح يبقى ناخد القيمة الاكثر احتمالا بتاعته. يعني لو السيجما ام جت هنا باتنين والسيجما ام جت هنا بواحد وثمانية من عشرة يبقى ده الجروب ده اللي دقيق في حساباته يبقى ناخد الاكس بار بتاعت الجروب ده تمام. دي نقطة عشان في الشيت فقط. طيب بعد كده الارصاد الغير مباشره طيب الارصاد الغير مباشره دي يعني خلينا نخش في مثال ونكتب القانون جوه المثال. مثال زي اللي الدكتور شرحه في المحاضره تمام. انت معاك مثلا هنا في جهاز ميزان وجيت الحته دي ايه الحته دي دي ارتفاع الطول ده دي انا جبت الطول ده تمام وعايز اصلا اجيب الارتفاع ده كله فرصدت الدي دي تمام ورصدت الحته دي اللي هي الارتفاع ده كام اتش
وجبت من ميزان الزاويه دي اللي هي الفا، تمام؟ يبقى انا كده عايز اجيب طول الزد ده بس الطريقه غير مباشره. يعني ايه؟ يعني انا جبت الطول ده قسطه، وجبت الزاويه دي، وجبت الاتش ده، تمام؟ عايز اجيب الزد، يبقى انا جبتها بطريقه ايه؟ غير مباشره، تمام؟ طيب عايز ايه برضو؟ عايز القيمه الاكثر احتمالا للزد ومقدار الخطا. بيكون مديك ايه في المساله؟ مديك الاتش والالفا والدي. طب الاتش بكام؟ الاتش بواحد ونص موجب او سالب، واحد من مية، والدي بمية موجب او سالب، اتنين من مية. طيب والالفا بسبعة درجة موجب او سالب، واحد من مية. طيب يبقى انت القيم دي اللي هي ايه؟ اللي هي اكس بار. طيب الموجب او سالب اللي بعد موجب او سالب دي اللي هي ايه؟ السيجما ام. يبقى انت معاك القيم الاكثر احتمالا للمتغيرات دي او للحاجات اللي انا حسبتها دي بطريقه غير مباشره، ومعاك السيجما ام بتاعتنا. طيب عايز بقى الزد، القيمه الاكثر احتمالا للزد في الحاله دي، وعايز مقدار الخطا. طيب تعال هات معادله مثلا. الزد دي مش بتساوي الضلع ده كله؟ يعني الزد بتساوي ايه؟ بتساوي اتش زائد الضلع ده. طيب الضلع ده بيساوي ايه؟ انت عندك لو الضلع ده مثلا ببي، يعني هنقول زد زائد بي، يبقى تان الفا التان مش بتساوي مقابل على مجاور، يعني التان الفا بتساوي بي على دي، يعني البي بتساوي دي تان الفا. يبقى البي دي بتساوي كام؟ دي تان الفا، تمام؟ طيب هات بقى كده القيمة الأكثر احتمالا للزد، حط القيمة الأكثر احتمالا للإتش اللي هي واحد ونص زائد الدي مية في تان ألفا تان سبعة بكام؟ يبقى واحد ونص زائد مية في تان سبعة هتطلع بكام؟ هتطلع بتلاتاشر تمانية وسبعين. كده جبت القيمة الأكثر احتمالا للزد. عايز بقى إيه؟ عايز السيجما ام بتاعتها. طيب دي رصدة غير مباشرة، لها قانون تاني خالص. القانون بتعمل ايه؟ مش هكتب القانون، هقول هنحل ازاي. انت جبت المعادلة خلاص صح؟ جبت الزد بتساوي ايه؟ اتش زائد دي تان الفا، تمام؟ بتقول له السيجما ام للزد تربيع بتساوي فاضل بالنسبة لكل متغير عندك في المعادلة. يعني انت عندك متغير اتش، وعندك متغير دي، وعندك متغير الفا، بتفاضل بالنسبة لاتش. طيب هتفاضل بالنسبة لاتش الجزء ده بصفر، تفاضل بالنسبة لاتش بواحد. طيب والتفاضل تربيع، يبقى واحد تربيع في السيجما للي انت فاضلت بالنسبة له. انا فاضلت بالنسبة لاتش، اروح اجيب السيجما بتاعت اتش اللي هي واحد من مية برضه تربيع، تمام؟ زائد هتفاضل بالنسبة لايه؟ لدي. طيب فاضلت بالنسبة لدي الاتش بكام؟ بصفر، خلاص مفيش دي هنا. طيب لما فاضل بالنسبة لدي يبقى بتان الفا، يبقى عندك تان الفا، والفا بكام؟ بسبعة، يبقى تان سبعة لكل تربيع، تمام؟ في انت فاضلت بالنسبة لدي يبقى تاخد ايه؟ السيجما ام بتاعتها اللي هي اتنين من مية تربيع، تمام؟ طيب هتفاضل ناقص ايه؟ ناقص تفاضل بالنسبة لالفا. طيب هتفاضل بالنسبة لالفا، خلاص الاتش دي بتركنها على جنب. هتفضل بالنسبة للألفا يبقى دي تنزل اللي هي دي بكام؟ بمية. سك ألفا اللي هي سك سبعة، تمام؟ تفاضل الدي تان ألفا الدي هتنزل، وتفاضل التان سك، يبقى دي بمية وسك سبعة، تمام؟ وهنا في ايه؟ تربيع. طيب انت فضلت بالنسبة للألفا صح؟ يبقى تاخد السيجما بتاعت ايه؟ بتاعت ألفا. بس هنا واحد من مية هناخدها لوحديها كده؟ لا، لازم تحولها لإيه؟ لراديان. يعني يبقى تضرب في كام؟ في باي على 180 الكل تربيع. طيب يبقى كده أنت جبت السيجما إم تربيع، هتروح تجيب جذرها، خلاص كده جبت قيمة الزد، جبت السيجما إم. دي الأرصاد الغير مباشرة، وفي أمثلة كتير عليها، وفي في الشيت كذا مثال زي كده، بس أنت الفكرة طالما رصدة غير مباشرة خلاص أنا هحاول أوصل للحاجة المطلوبة. ممكن يقول لك مساحة المثلث ده، مساحة المثلث يبقى بتساوي نص البي في الدي،
واعرف اجيب البي والدي واعمل، المهم اعمل ايه؟ اعمل معادله هجيب منها القيمه الاكثر احتمالا، ومن المعادله بعد كده هروح اقول السيجما تربيع بتساوي افاضل لكل متغير في السيجما ام بتاعته، بس هنا تربيع وهنا تربيع. تمام؟ معلش انا بشرح بسرعه بس ايه عشان الوقت وفي حاجات كتير. طيب دي كده كانت نظريه الاخطاء. في طريقه تانية اللي هي خدناها في تاني وتالت محاضره اللي هي طريقه اقل مربع خطا، او اللي هي طريقه مربع الخطا. تمام؟ طريقه مربع الخطا دي ان انت معاك مثلا عملت مثلث، مثلث شبكي مثلا اللي هو في الشبكات اللي خدناها ده. تمام؟ ففي اخطاء فانت عايز تصحح الاخطاء دي. الخلاصه دي في يعني انت عشان تصلح الاخطاء لازم تعمل ايه؟ معادلات، وتحل المعادلات. حليت المعادلات يبقى انت كده جبت الاخطاء. تمام؟ طيب ايه اللي بيعمل المعادلات معاك؟ في حاجه عندك اسمها طريقه الانصار، وفي حاجه اسمها طريقه الاشتراطات. تمام؟ طريقه الانصار وطريقه الاشتراطات الاثنين بيعملوا لك المعادلات. طيب لما بتعمل المعادلات بقى عايز تحل المعادلات دي بتحلها في ايه؟ سواء هنا او هنا، احنا هنا عملنا معادلات وهنا عملنا معادلات. تمام؟ طيب عملت المعادلات دي عايز تحلها، بتحلها بطريقه اسمها المبادئ الاساسيه وطريقه اسمها المصفوفات. تمام؟ كده حليت المعادلات. طيب يعني احنا كل اللي علينا في المسائل بتاعت طريقه اقل مربع خطا دي ان احنا نعمل ايه؟ ان احنا نجيب المعادلات، سواء كان يعني هو في المساله هيقول لك هاتها بطريقه الارصاد وطريقه المبادئ الاساسيه، يبقى انت بتجيب المعادلات بالارصاد وتحل المعادلات بايه؟ بالمبادئ الاساسيه. اول اشتراطات مثلا المبادئ الاساسيه، اشتراطات مصفوفات، ارصاد مصفوفات. طيب خلينا نمشي في الارصاد ونحل بيها المبادئ الأساسية والمصفوفات، خلينا نمشي الاشتراطات ونحل بيها المبادئ الأساسية والمصفوفات، وعلى مثال واحد، يعني خلينا ناخد مثال واحد ونفهم فيه الأربع طرق مع بعض. طيب المثال اللي هو بيقول لك فيه مثلث خدت فيه أرصاد، تمام؟ عندك الرصدة دي الزاوية واحد، ودي الزاوية اثنين، ودي ثلاثة، ودي كده أربعة. تمام؟ وقال لك زاوية واحد دي بتساوي 50 درجة، واحد دي والزاوية اتنين 70 درجة، اتنين دي والزاوية تلاتة 59 درجة، 55 دي والزاوية أربعة 300 درجة، واحد دقيقة. تمام؟ طيب يعني في كده في أخطاء، ما هو أكيد أنا لو جمعت ال 50 دقيقة 70 دقيقة الدقيقتين ودول مش هيدوني 180، صح؟ وأكيد لو جمعت الثلاثة والأربعة دي مش هيدوني 360، يعني كده في أخطاء. تمام؟ أنت عايز إيه؟ أنا عايز التصحيح بتاع الأخطاء بتاع الزوايا دي. طيب عايز أجيب معادلات، هشتغل أول حاجة إيه؟ خلينا نشتغل مثلا هنجيب المعادلات بطريقة الأرصاد. طيب طريقه الارصاد بتقول لك ايه؟ بتقول لك بص على عدد المجاهيل اللي ترسم لك الشكل ده. طيب عدد المجاهيل هنا اللي انا هحتاجها كام؟ عدد المجاهيل هنا انا لو معايا الضلع ده، تمام، عشان ارسم المثلث هحتاج مجهول واحد ومجهول اثنين، فمعايا الزاويه دي خلاص، معايا الزاويه دي وقفلت الشكل. يعني عدد المجاهيل هنا كام؟ اثنين، اللي هما ايه؟ اكس واحد واكس اتنين. والدكتور قال تحطهم في اي مكان، بس انك تحطهم في مكان جنب بعضهم، يعني ما ينفعش تقول اكس واحد هنا واكس اتنين هنا، فهو كده مش هيرسم المثلث، لا جنب بعضهم كده عشان نرسم المثلث. طب ممكن تقول اكس واحد اهي واكس اتنين اهي. طيب من هنا بقى هات المعادلات. المعادلات ايه بقى؟ اللي هو بتقول زاويه واحد، تمام؟ خلينا نكتبها بالقير. زاوية واحد بكام؟ بخمسين درجة، واحد دقيقة، زائد الـ V واحد اللي هو مقدار الخطأ بتاع الزاوية الأولانية، بتساوي إيه؟ بتساوي إكس واحد، دي الصحيحة، صح؟ اللي هو المجهول الصحيح،
اللي هيرسم لي المثلث صح من غير اقطاع. طيب الزاويه الثانيه اللي هي كام؟ 70 2 دي زائد في 2 بتساوي كام؟ اكس 2. طيب الزاويه الثالثه 59 درجه 55 دي زائد في 3 بتساوي ايه بقى؟ انا عندي هما موجودين اكس 1 واكس 2 اهو، يبقى 3 دي بتساوي ايه؟ 180 ناقص اكس 1 ناقص اكس 2. تمام. طيب عايز تجيب الزاويه الرابعه اللي هي 301 دقيقه زائد فيها 4 بتساوي ايه؟ بتساوي 360 ناقص 3. طيب 360 ناقص 3 اللي هي 360 ناقص 180 ناقص اكس 1 ناقص اكس 2 يعني 180. 360 ناقص 180 يبقى 180 زائد اكس 1 زائد اكس 2 عشان خدنا السالب بره. تمام. طيب انا عايز اعمل معادلات برضو، يعني اخلي فيها الاكس بس يعني نقول، او اخلي الفيهات لوحدي. طيب بعد كده هتعمل ايه؟ طيب سهل، هات لي بس دي هاتها هنا. تمام. ودي هاتها هنا، يعني قول 59 55 ناقص 180 و 300 ودي ناقص 180. تمام. بعد كده بتقول له ايه بقى؟ انت جبت المعادلات، المعادلات كلها ايه؟ خلينا نمسح. بعد كده انت جبت المعادلات صح؟ طريقه الارصاد، والله معايا اربع ارصاد فجبت اربع معادلات، من فيهم عدد مجاهيل 2 فجبت اكس 1 واكس 2. تمام. طيب بعد كده عايز تحل طريقه المبادئ الاساسيه، احنا هنحل المبادئ الاساسيه وبعدين نحلها مصفوفات. طيب طريقه المبادئ الاساسيه بتقول لك ايه؟ بتقول لك ان سمشن البي تربيع بتساوي مينيمال. تمام. طيب يعني ايه؟ يعني انا عايز اربع الفي تربيع. هنا كنا بنقول 59 ودرجه زائد في 1 بتساوي ايه؟ بتساوي اكس 1. طيب يعني الفي تربيع واحد بتساوي ايه؟ اللي هي بتساوي اكس واحد ناقص 59 درجة واحد دي تربيع زائد الاكس اتنين ناقص 70 درجة اتنين دي لكل تربيع. يعني كل في كل في في معادلة ماشي ربعتها، يعني وديت الحاجات خليتها لوحديها في مكان وربعتها. يعني جيت الفي هنا كنت بقول 59 واحد دقيقة زائد في واحد بتساوي اكس واحد، وديت 59 هناك ال هي 50 ولا 59؟ 50. وديت ال 50 هناك. تمام. بقت اكس واحد ناقص 50 بتساوي في واحد، وجيت مربع اللي هو في واحد تربيع زائد في اتنين تربيع زائد في تلاتة تربيع زائد في أربعة تربيع. تمام. بعد كده بتعمل ايه؟ خلاص كده انت بقى معاك ايه؟ معاك اكس واحد واكس اتنين مجهولين في معادلة صح؟ طيب بتروح قايل له ايه؟ بتقول له انا هشتبك الدي في على الدي اكس واحد بالنسبة للدي اكس واحد. تمام؟ طيب لما تشتبك هنا بتقول مثلا اتنين في اكس واحد ناقص خمسين واحد درجة ونزلت التربيع واشتقيت. طب هنا بصفر عشان في اكس اتنين. طب كملت اشتقاق، المهم طلعت لك في الاخر ايه؟ يعني انت اول حاجه اشتقيت بالنسبه لاكس 1. تمام. اشتقيت بالنسبه لاكس 1 فطلعت قيمه والمشتقه بتساوي ايه؟ لان احنا قلنا بتساوي ايه؟ السمشن في تربيع بتساوي مينيمم، قيمه مينيمم، يعني المشتقه بتساوي ايه؟ بتساوي صفر. كده انت جبت معادله للاكس 1. بعد كده بتروح قايل ايه؟ الدي في على الدي اكس 2 وتشتق بالنسبة لإكس 2. تمام؟ كده جبت معادلة تانية فيها إكس 1 وإكس 2. خلاص؟ بعد كده بتروح عامل إيه بقى؟ حلل المعادلتين مع بعض. هنا جبت الإكس 1، لما تحل المعادلتين مع بعض بتجيب الإكس 1 وتجيب الإكس 2. تمام؟ كده دي طريقة المبادئ الأساسية. اللي هو أنا هنقولها تاني، جبنا عدد المجاهيل 2 اللي هي إكس 1 وإكس 2. تمام. وكتبنا المعادلات اللي هي ايه؟ خلي المعادلات هنا على جنب عشان نحتاجها بقى على طول. زائد في 1 بتساوي اكس 1، وهنا 70 درجه 2 دقيقه زائد في 2 بتساوي اكس 2.
وقلنا بقى ال 59 درجة 55 دقيقة زائد في 3 بتساوي اكس 3 اللي هي 180 ناقص اكس 1 ناقص اكس 2 تمام؟ طيب وقلنا 300 درجة 1 دقيقة زائد فيها 4 بتساوي 180 زائد اكس 1 اكس زائد اكس 2. طيب طريقة المبادئ الأساسية كنا بنقول إيه؟ بنخلي الفئات لوحديها في طرف ونقول مجموع مربع الفئات بيساوي مينيم، وبعد كده نشتق مرة بالنسبة لإكس 1 ومرة بالنسبة لإكس 2 وتجيب معادلتين وتحله، جبت الإكس 1 والإكس 2. طيب طريقة المصفوفات بقى بتعمل إيه؟ بيقول لك في المصفوفات إن الإكس بتساوي افتح قوس البي في البي تي اللي هي ترانسبورت سالب 1 اللي هو الانفرس تمام في البي تي في ال دي مجموعه مصفوفات. طيب الاكس هنا اللي هي مصفوفه اللي هي بتساوي مصفوفه فيها الاكس 1 والاكس 2 اللي هما المجاهيل اللي انا عايزه. طيب احنا هنجيب بس هنقول كل واحده من دول ايه. البي هنا بتساوي ايه؟ هنا في اكس 1 مجهول واكس 2 مجهول. بتاخد في البي دي اللي هي المتغيرات اللي قدام الاكس، يعني لو قررنا ان ده للاكس 1 وده للاكس 2 يبقى الاكس 1 هنا قدامها كام؟ قدامها 1. طب الاكس 1 قدامها هنا كام؟ 0. طب قدامها هنا كام؟ سالب 1. قدامها هنا 1 اللي هي القيم اللي قدام الايه؟ قدام الاكس 1. طيب اللي قدام الاكس 2 كام؟ هنا 0 1 سالب 1 1 0 1 سالب 1 1 تمام كده دي البي. طيب عايز تجيب ايه بقى تاني؟ عايز تجيب ال انت جبت البي صح؟ عايز تجيب البي تي اللي هي بتروح مش مبدل، يعني بتبدل دي عدد الصفوف اعمده عدد الاعمده الصفوف وبتبدل تمام. طب عايز تجيب بقى ال ال دي اللي هي بتساوي ايه؟ بتساوي القيم اللي جنب الفي 1. يعني ال لما بتعمل هنا كده تبقى القيمة الأولانية كام؟ 50 درجة 1 دقيقة. طب القيمة الثانية 70 درجة 2 دقيقة. طب القيمة الثالثة 59 درجة 55 دقيقة ناقص 180 اللي هتطلع سالب كام؟ 119 تقريبا. طب القيمة الرابعة اللي هنا هتبقى 300 درجة 1 دقيقة ناقص 180 برضه تمام؟ كده انت ايه جبت الحاجات دي المتغيرات دي. بعد كده تروح تجيب البي ترانسبورت وتضربها في البي، وبعد كده تجيب الانفرس بتاعها وتضربها في البي ترانسبورت تاني في ال اللي احنا جبناه. دي طريقه ايه المصفوفات. هيطلع لك في الاخر الاكس 1 والاكس 2. طيب كده حلينا بطريقه الارصاد، جبنا معادلات والمعادلات حليناها بطريقه مبادئ اساسيه وطريقه ايه وطريقه المصفوفات. طيب تعالى بعد كده نحل الطريقه المشترطه. طريقة الاشتراطات أسهل كمان، بتقول لك إيه؟ بتقول لك شوف عدد الاشتراطات الضرورية اللازمة. عدد الاشتراطات الضرورية كنا بنقول بتساوي إيه؟ بتساوي عدد الأرصاد الكلية ماشي ناقص عدد المجاهيل. طب عدد الأرصاد الكلية كانوا كام؟ 4. عدد المجاهيل كانوا كام؟ 2. يبقى عدد الاشتراطات كام؟ 2. الاشتراطات هنا اللي هم ايه؟ اللي هو الزاوية دي زائد الزاوية دي زائد الزاوية دي ب 180 والزاوية دي زائد الزاوية دي ب 360 بس، هما دول الاشتراطين اللي معاك. طيب تعالى اكتب الاشتراطين بقى اللي هم الزاوية 50 درجة 1 دي زائد الفي 1 صح كده؟ زائد الزاوية 70 درجة 2 دي زائد الفي 2 زائد الزاوية 59 درجة 55 دقيقة زائد الفي 3 بتساوي كام؟ 180 درجة. الثلاث زوايا زائد أخطائهم بيساوي 180 درجة المفروض بالظبط، عشان أجيب الفي 1 والفي 2 والفي 3 اللي يخلوهم كلهم 180 درجة. طيب الاشتراط الثاني كان بيقول إيه؟ الزاوية اللي هي الثالثة اللي هي 59 درجة 55 دقيقة زائد في 3 زائد
الزاوية الرابعة 300 درجة واحد دقيقة زائد ال V 4 بتساوي 360. ما هي الزاوية دي زائد دي ب 360. طيب هنا بقى استبعدنا موضوع الأرسال واستبعدنا موضوع ان في اكس واحد واكس اتنين، لا هنا بقى في في واحد وفي اتنين وفي تلاتة وفي اربعة. طيب عايز تحلهم عشان تجيب الفيهات، احنا هناك كنا بنحلهم بنجيب معادلات فيها الاكس ونحل ونقول الفي تربيع بيساوي المينيمم وبعد كده المشتق بالنسبة لاكس واحد واكس اتنين ونجيب الاكس واحد والاكس اتنين ونرجع نجيب منهم الفيهات، لا هنا هتجيب الفيهات على طول. طيب هنشتغل طريقة ايه، مبادئ اساسية ولا مصفوفات؟ خلينا نبدأ في المبادئ الاساسية. في المبادئ الأساسية كنا بنقول سمشن الفي تربيع بيساوي ايه؟ بيساوي زيرو. طيب يعني هنا الفي واحد، احنا هنودي بقى القيم دي كلها، هنا استنتجنا ان الفي واحد زائد في اتنين زائد في تلاتة بتساوي كام؟ 180 ناقص الزاوية دي ناقص الزاوية دي ناقص الزاوية دي طلعت بتلاتة درجة، تمام؟ والفي تلاتة زائد في أربعة طلعت بأربعة درجة. معناها ايه؟ ان مجموع الاخطاء اللي في الثلاث زوايا دول بثلاث درجات. انا عايز الاخطاء ايه؟ طيب قول له بقى سمشن الفي تربيع بتساوي مين؟ تمام كده؟ طيب الفي تربيع هنا بتساوي كام؟ الفي واحد تربيع زائد الفي اتنين تربيع زائد الفي ثلاثة تربيع بتساوي كام؟ بتساوي ثلاثة ناقص في واحد ناقص في اتنين الكل تربيع. ثواني امسح دي بس نخليها هنا كده، في ثلاثة زائد في أربعة بتساوي أربعة درجة، تمام؟ طيب الفي ثلاثة تربيع اللي هي ايه؟ اللي هي ثلاثة ناقص في واحد ناقص في اتنين، ثلاثة ناقص في واحد ناقص في اتنين تربيع زائد عايز الفي أربعة، الفي أربعة بتساوي كام؟ بتساوي أربعة ناقص في ثلاثة. طب والفي ثلاثة كانت بتساوي كام؟ ثلاثة ناقص في واحد ناقص في اتنين، يبقى أربعة ناقص ثلاثة ناقص في واحد ناقص في اتنين، ثلاثة ناقص لا موجب موجب عشان كان في ناقص في الأول، تمام؟ الكل تربيع. طب أربعة ناقص ثلاثة هنا بكام؟ بواحد بتساوي صفر، تمام؟ معاك ايه؟ الفي واحد والفي اتنين والفي واحد والفي اتنين والفي واحد والفي اتنين. طيب خلاص اشتق بالنسبة اشتق بالنسبة للفي واحد قول له دي اف، ما هي دي بتساوي ايه؟ مينيمم مش صفر، تمام؟ قول له في بالنسبة للفي واحد المشتقة بتساوي صفر. طيب اشتق بالنسبة للفي واحد كده اتنين في واحد زائد دي صفر، تمام؟ اتنين في ثلاثة ناقص في واحد ناقص في اتنين، اتنين واحد زائد في واحد زائد في اتنين، كده جبت قيمة في الفي واحد زائد قيمة في الفي اتنين بتساوي صفر أو بتساوي قيمة تانية وديناها هناك، تمام؟ المهم إن أنت خلاص طالما وصلت لشكل المعادلة ده اللي هو السمشن في تربيع بيساوي مينيمم، خلاص بتشتق بالنسبة للفي واحد بتشتق بالنسبة للفي اتنين، والمشتقة هنا بالنسبة للفي واحد بصفر والمشتقة للفي اتنين بصفر، يبقى كده جبت ايه الفي واحد والفي اتنين طلعت لك معادلتين في مجهولين خلاص اتحل، تمام؟ طيب طريقة المصفوفات، طريقة المصفوفات بيقول لك بتساوي ايه؟ الفي بقى مش الاكس اللي هي تساوي في واحد وفي اتنين وفي تلاتة وفي أربعة، تمام؟ في واحد وفي اتنين وفي تلاتة وفي أربعة، أو في واحد وفي اتنين بس وإيه وفي تلاتة وفي أربعة تجيبهم منها. المهم الفي بتساوي إيه؟ بتساوي الإيه في الإيه ترانسبور إنفرس في الإيه ترانسبور في الإف، تمام؟ الاي هنا بتساوي كم؟ شوف المجاهيل اللي في المعادلتين، انت معاك الفي واحد ومعاك الفي اتنين ومعاك الفي تلاتة ومعاك الفي اربعة، صح؟ ومعاك معادلتين يبقى في ايه صفين بس،
طب في واحد هنا كانت بكام؟ بواحد، قدامها واحد، الفي اتنين قدامها واحد، الفي تلاتة قدامها واحد، الفي أربعة صفر. طيب الفي واحد هنا بصفر، الفي اتنين بصفر، الفي تلاتة هي اللي موجودة واحد، الفي أربعة موجودة بواحد. تمام؟ طيب كده جبت الـ إيه؟ الـ إيه ترانسبور بتاعها بتساوي، بتقلبها بس. تمام؟ يعني بتبقى هنا واحد صفر، واحد صفر، واحد واحد، واحد واحد، صفر واحد بس. طيب عايز تجيب بقى الـ F. الـ F دي بتساوي إيه؟ المعادلتين اللي انت هنا لما خلصتهم قلت في واحد زائد في اتنين زائد في تلاتة بتساوي كام؟ تلاتة. والفي تلاتة زائد في اربعة بتساوي كام؟ اربعة، اللي هم المعادلتين اللي خلصناهم دول. الاف بتساوي ايه؟ بتساوي تلاتة واربعة بس. خلاص كده انت جبت المصفوفات هتعرف تحلها، الباقي ضرب مصفوفات سهل جدا. بس في حاجة بس يعني في دي، لما يقول لك في وزن، لما يضيف لك ان في وزن، يا دوبك بس اللي هيتغير في طريقه المصفوفات في الاشتراطات، ان هنا بتضيف دبليو اس سالب واحد، وهنا بتضيف دبليو سالب واحد. تمام؟ والدبليو اصلا الدبليو بتساوي الوزن الاولانيه، لو هما ثلاثه بس الوزن الاولانيه، الوزن الثانيه، الوزن الثالثه مثلا صفر 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 صفر. تمام؟ طيب في حالة اللي فاتت الأرصاد كنا بنقول إن الإكس بتساوي إيه؟ بتساوي بي في بي ترانسبور أس سالب واحد في بي ترانسبور في إل. لو في حالة الوزن بتضيف هنا دبليو اللي هي وزن، وبتضيف هنا الدبليو بس. في حالة الاشتراطات دبليو أس سالب واحد بس كده. خلاص دول أول تلات محاضرات. هتحل الشيت برضه يعني إيه، الباشمهندس شرح برضه كويس وكان منزل حل الشيت، والدكتور برضو شرح امثله ثانيه، والامثله دي برضو بتاعت الدكتور. هتلاقي الدنيا اتظبطت يعني. ده اللي هو اللي عايز يبدا صح يبدا باي شرح، بعد كده يحل الشيت هيلاقي الدنيا ظبطت معاه شويه، ويسال بقى الدكتور في اي حاجه ثانيه. لو عجبتكم الطريقه دي بقولوا لي كده، وايه وانزل بقى المحاضره الثانيه.